السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. في ظاهرة غريبة حدثت عندنا في اليمن. هذه الظاهرة تحكي أن النحل أو ما شاهدناه نحن أن النحل يقوم بجمع الأتربة من الترع ومن الحقول ويقوم بتخزينها في العيون السداسية. يا ترى هل نستطيع أن نقول هذه ظاهرة صحيحة؟ أو كيف نحكم عليها؟ كان هناك رأي للأستاذ الفاضل الأستاذ محمد الجراح حول هذا الموضوع، تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أعضاء مجموعة عشاق النحل ومحبوه، سعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة أينما كنتم، وأسأل الله العلي القدير أن يبارك لكم في رزقكم ومالكم وعيالكم. استمعت إلى التسجيلات التي دارت ما بين الأخ عايش الأهدل والأخ حسن حسين عن التضارب في الآراء بأن النحل هل يقوم بجمع الطين أم لا يقوم بجمع الطين أو الأتربة أو الغبار الذي هو أصله من طين، يعني يعود غبار أصلا يعود إلى الطين. يعني لنتحدث بلسان واضح وشفاف وعن طريقة وجود النحل لدينا، نحن ورثناه من أجدادنا حتى وصل إلينا وإن شاء الله سنورثه إلى عيالنا. الموضوع إخوان الكرام يتنافى ويتوافق ما بين جمع النحل للأتربة التي أصلها من تراب ويتنافى مع جمعها، وإن شاء الله سيتم تفصيل ذلك. أولا نأتي إلى موضوع هل النحل يجمع التراب أم لا. في الأصل النحل يجب عليه أن لا يجمع التراب، ولكن ربما، لا أقول يجمع، ربما يجمع النحل، يذهب إلى جمع الأتربة التي أصلها من طين أو رمال نظرا لوجود رائحة زكية في هذه الأتربة وهي تشبه بمحتواها الغبار الطلعي أو حبوب اللقاح الموجودة في الأزهار، ويقوم بجمعها ظانا منه بأنها هذه حبوب لقاح. ولكن الأولى بأن النحل أن لا يقوم بجمع مثل هذه الأتربة أو هذه الرمال أو هذا الطين. الأمر الآخر، هل يخطئ النحل؟ نعم يخطئ. ومن قال النحل لا يخطئ؟ ومثال على ذلك لو قمنا بإحضار نشارة خشب من السويد لها رائحة زكية، يذهب النحل إلى هذه النجارة أو الخشارة الفتات الخشب ويقوم بإحضاره وإدخاله إلى الخلايا. لماذا؟ هو ذهب إلى الروائح، وهذا الحال ينطبق على الكركم، ينطبق على القرفة، ينطبق على اليانسون، البهارات التي لها روائح زكية تجذب النحل. والنحل بعادته هو كائن حي نظيف، يبحث عن شيء نظيف، يريد أن يسعف حياته ويحافظ عليها توريث زمرته كمملكة حيوانية. ولكن لنفترض بأن هذه الخلية قامت بجمع أغبرة من أصل تراب، طين تراب، بغض النظر عن هذه عن شكلها أو حجمها أو كيف قام بإحضارها، ما أن تلبث داخل الخلية حتى يقوم النحل باستبعادها مباشرة لأنه لا فائدة منها. وهذا نشاهده عندما يتم وضع دقيق القمح، دقيق الشعير، دقيق الذرة، يقوم النحل بأخذه إلى داخل الصناديق هو بوجهة نظره أنه وجد شيء بديل عن حبوب اللقاح، ولكن عندما يقوم بإدخاله إلى الخلايا
ويتعامل معه في الأعيون السداسية، يقوم مباشرة بإخراجه خارج الصناديق والتخلص منه. فهي وجهات نظر، والأولى أن يتم أخذ هذه الأقراص التي فيها مادة الطين أو التراب وإرسالها إلى المختبر وتحليلها حتى نستطيع تحديد نسبة التراب أو الغبار الذي يعود إلى التراب، كم نسبة هذا المادة. ربما اختلطت غبار الطلع مع الأترب ولم يستطيع النحل بفصلها، وقام النحل بإحضارها على أساس أنها ككل، جميع هذه المواد ككل هي حبوب لقاح، ولكن عندما يقوم النحل بإدخالها الأصل فيه أن يقوم بإخراج هذه الأتربة من داخل الأعين السداسية والتخلص منها والاحتفاظ في حبوب اللقاح التي هي مفطور أصلا عليها، وهي تعتبر من سلمه الغذائي. الأمر الآخر أن مادة الطين عندما يقوم النحل بإحضارها هي ستجف، حالها كحال دقيق القمح، حالها كحال دقيق الشعير أو اليانسون أو القرفة أو الكركم، ستجف وسيصعب على النحل التعامل معها. ونشاهد ذلك بأنه يقوم النحل بإخراج هذه الحبيبات التي لا يستفاد منها أصلا وإخراجها من الأعيون السداسية ورميها خارج الصناديق. هذا يعني كله وارد، هذه سلوكيات حشرة مملكة حيوانية. نعم رصدت بعض التصرفات والأفعال التي يقوم بها النحل، غريبة وظاهرة تعتبر جامحة، ولكن لا تستطيع الحكم عليها بأنها هل هي فعلا قامت بهذا الحدث أم لا، فهي تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى مختبر وتحليل وإظهار مادة التراب المتواجدة في الأعيون السداسية، كم نسبة هذه المادة. يعني إذا كانت والله النحل قام بجمع حبيبات اللقاح، ومعروف هذا متطاير في الهواء، يعني لو تقوم بالذهاب إلى الهاتف الخاص ستشاهد بأنه الرطوبة موجودة، الرطوبة مثلا 76-75، نسبة حبوب اللقاح 32-33. من أين أتت هذه؟ هذه تتطاير من الأزهار، ربما تكون مرعى جف لم يسرح عليه النحل ونقلته الرياح إلى هذه المنطقة وذهب النحل لجمع. وخصوصا عندما تلتقي بعض الأتربة، عندما تبتل أو هي طبيعتها لها رائحة زكية، ومثال على ذلك أنه الطين اللازب الذي يصنع منه الفخار رائحته زكية. أيضا هناك حجر الكوارتز، هو حجارة ولكن عندما يتم استخدام أجهزة البحث عن الذهب والتنقيب عليه نشاهد بأن الجهاز يعطيك إشارة على هذا الحجر بأنه يحتوي على الذهب وهو أصلا لا يوجد فيه شيء من الذهب. فهذه واردة، كلها واردة، ولكن ما هي نسبة التراب الذي جمعت في هذه الخلايا؟ هل هي نسبة التراب 100% أم 20% أم 50% أم 80%؟ هذا ما نريد الحصول عليه عن طريق تحليل هذه المواد التي قام النحل باختزانها ووضعها داخل الأعيون السداسية. هذا بخصوص أنه ربما تحصل هذه الظاهرة وحصلت ربما. نأتي إلى الجانب الآخر، أنها تتنافى مع هذه حياة هذه الحشرة. نعلم جميعا بأن حشرة النحل هي حشرة هوائية لا تلامس الأرض، هكذا هي موجودة، ولكن إذا قامت بالهبوط على الأرض هل تتنافى مع حياتها بأن ننفي أن هذه الحشرة هي حشرة هوائية؟ لا. نشاهد بعض النحل يذهب بعض الأحيان عندما يتم ذبح ذبيحة يذهب إلى الدماء ويقف عليه وربما يرتشف منه،
يعني لا نعلم لماذا هذه الظاهرة، ما هي تفسيرها العلمي، لأن هذه تحتاج إلى مختبر وعلماء مختصين في عملية تشريح النحل، وهو موضوع شائك كبير جدا. يعني نرى النحل بأنه يحضر الإسفلت في بعض الأحيان ويضعه كمادة للعكور، وهذا ملاحظ. نرى النحل بأنه يذهب إلى كما قلنا العطارة ويجلب بعض حبوب اللقاح، ظننا منها أنها بأن حبوب اللقاح هي عبارة عن مواد غبارية لا يستفيد منها النحل. هل النحل نعيد؟ هل النحل يخطئ؟ نعم يخطئ. ومن قال النحل لأنه لا يخطئ؟ لو أنه لا يخطئ لما قامت بظهور الأمهات الكاذبة، هذا خطأ. هو من طريقة تعايشه يظن بأن هذه الأمهات الكاذبة ستسعفه وستنتج عذراء تخرج إلى التلقيح وتعود مكان أمها، ولكن هو في الأخير يقوم بمحاولة إنتاج ملكة، ولكن سيفشل، يفشل، يؤدي إلى الفشل والانهيار. هل هذا خطأ؟ نعم خطأ. يذهب بعض الإخوان ويقول النحل موحى إليه، نعم يا أخي الكريم موحى إليه، وسائر المخلوقات موحى إليها. ومثال على ذلك النمل يعمل في الصيف ويرتاح في الشتاء، ولم ترد بآية في القرآن بأن النمل يوحى إليه. العصفور عندما يذهب وإحضار قش ويغزل عشا قبل وضع البيض ويحضر الصوف ويلين هذا العش، هل تم ذكر هذا العصفور بأنه أوحى إليه؟ لا لم، ولكن جميع المخلوقات أوحى إليها بوحي رباني وهي تعمل بوحي رباني، ولكن الله عز وجل حبى هذه الحشرة وفضلها على الحشرات الأخرى وأوحى إليها وحي خاص عن دون الحشرات أو الكائنات الحية الأخرى في المملكة الحيوانية ككل. أضيف إلى ما سبق إخوان الكرام بأنه لربما بأن هذه السلالة تمتاز بشيء معين يختلف عن سائر السلالات، ومثال على ذلك سلالة النحل الكيبتاون، هو يمتاز عن سائر السلالات بأنها تستطيع العاملة وضع بيض وتخرج من هذه البيضة عذراء وتعمل على رحلة التلقيح وتتلقح وتعود إلى الخلية كملكة. يعني يستطيع النحل الكيبتاون إخراج ملكة من العاملات وتكون ملكة كاملة وتعمل كملكة. هذه يعني صفة يتسم بها هذا النحل عن سائر السلالات الأخرى. ربما مثل هذه الصفة توجد في النحلة اليمنية، تمتاز بصفات معينة غير مكتشفة لغاية الآن، تختلف عن نمط السلالة السورية، عن النحل التلي، عن النحل المصري، يعني تختلف. يعني ربنا سبحانه وتعالى حباها في صفة معينة تختلف عن سائر السلالات الأخرى، ولكن يعني هذا يحتاج إلى عندما نريد الجزم بشيء، يعني تحتاج إلى، وما أتينا من العلم إلا قليلا، يعني تحتاج إلى معدات تستعين بها حتى تفصل بأن هذه المادة أصلها تراب 100%، يوجد فيها نسبة تراب متدنية، يوجد فيها نسبة تراب عالية، فيها حبوب لقاح اختلطت في الأتربة، فيها حبوب لقاح متدنية تشابهت حبوب اللقاح مع الأتربة اختلط على النحل، وهكذا لها رائحة زكية جذبت النحل عليها، فيها معادن، فيها مواد جذب النحل بحاجة النحل إليها. هذه إخوان كلها هذا يبقى كلام، والفيصل هو المختبر. نحتاج إلى أجهزة حتى نستطيع أن نقول بأن هذه المتواجدة في الأعين السداسية هي تراب 100%، استعين بالجهاز حتى يفصل نسبة حبوب اللقاح إن وجدت ونسبة التراب إن وجد. وربما كما قلنا يعني هي ربما هذه السلالة لها صفة تختلف عن صفات النحل الآخر، يعني ربما هذه
من صفات النحل بأنه يقوم بجمع التراب عندما يصل إلى مرحلة الجوع. يعني هذا هي تعتبر طفرة متنحية، ولكن ربما هذه من صفاته، فيجب دراسة سلوك وصفات هذه السلالة حتى يحكم عليها بأنها تعمل كذا وكذا أو لا تعمل كذا وكذا. حياكم الله أخوان الكرام، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله كل الخير.